انضموا إلى قناتنا بالضغط على الزر الأحمر وبالضغط على الجرس ليصلكم الجديد من فيديوهاتنا على هذه الطريقة، واضغطوا لايك إذا أعجبكم الفيديو، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا حبيباتي، مساء الخير عليكم. رجعت لكم من جديد ورجعت لكم بواحد الوصفة اللي هي جميلة جدا للغوتي أو للفطور. هي عبارة عن حريشات صغار بالفرن حلوين. اذا ندوزوا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندنا كنحتاجوا لهم نص ربعه ديال الدقيق الابيض العادي اللي كنديروا الخبز، دقيق الفرس الابيض، وعندنا السميد الرقيق حتى هو نفس المقدار ديال الطحين، نفس المقدار ديال السميد الرقيق. عندنا واحد كاس الا ربع ديال السكر، ما كنعملش السكر بزاف، كاس الا ربع ديال الزيت، وعندنا كاس ديال الحليب، وعندنا واحد جوج معالق ديال الياغورت، ما نعملوهش كامل فقط جوج معالق. عندنا واحد ملعقه كبيره ديال مربى البرتقال، ممكن مربى المشمش، هذه حتى هي كتساعد في الرطوبيه ديال الحرشه. عندنا واحد الخماره كيميائيه، خميره كيميائيه من فئه 7 غرام، وعندنا السميد الغليظ فين غادي نقرصوا الحرشه ديالنا. اذا غادي نبداو على بركه الله. يعني بسم الله نبداو على بركه الله. غادي نخلطوا النواشف ديالنا. نسيت واحد القبيصه ديال المليحه. اذا عندنا واحد القبيصه ديال الملحه، نسيت ما ذكرتها في الاول، غير قبيصه. غادي نخلطوا مزيان النواشف. ندوزو السكر، وعندنا المربى. انا عندي هنا المربى ديال البرتقال، دي جوج معالق كبار ديال الياغورت، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وبقى لنا كاس ديال الحليب باش غادي نعجنو. غادي نشوفو شحال غادي ترفد لنا وغادي نقول لكم. اذا الان غادي نضيف الخميره. اذا الان ضفنا الخميره، اذا الان غادي نزيدوا لها البيضه، نسيت ما ذكرتهاش. اذا من بعد ما رتحت لنا شويه، الان غادي نكوروها بهذه الطريقه. كنديروها بالسميد الحرش وكنكملو التكوير ديالها بهذا الشكل، وكنزلوها. يلا غنكمل العمل ديالي حتى نعمر الطاوه بهذا الشكل هذا، ونرجع لكم ان شاء الله. ندخلوها الفرن ديالنا مسخن على 170 درجه ونرجع لكم على الشكل النهائي. اذا وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا حلوين. كنتمنى يعجبكم، وصفه سهله جدا كتنفع للفطور ولا للغوتي. بالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله.